مرحبا بكل مشاهدينا ومتابعينا يلي عم يحضرونا عبر صفحات أخبار الآن على مواقع التواصل الاجتماعي. في هذا الفيديو معي أنا عفراء الجول للحديث دائما وأبدا عن آخر أخبار الرياضة وعالم كرة القدم. إذا مثل ما تعودنا بهذه الفقرة بنتحدث عن أبرز ما يجري في عالم كرة القدم، أبرز المواضيع وكل ما يتعلق بأخبار الصحافة والانتقالات والإشاعات والأندية وأخبار اللاعبين وأبرز البطولات الكروية ونتائج أبرز المباريات. لكن بما أنه تقريبا كل النشاطات الرياضية في كافة أنحاء العالم متوقفة بسبب انتشار وتفشي فيروس كورونا، فرح ندخل فورا بآخر أخبار الصحافة عن الأندية واللاعبين مؤخرا. منذكركم بأهمية البقاء في البيوت في هذه الفترة العصيبة، رجاء لا تغادروا بيوتكم أينما كنتم في كافة أنحاء العالم إلا للأسباب الضرورية والطارئة جدا لحتى ما تنعدوا وتعدوا غيركم من أهليكم وأصدقائكم. إذا رح نبلش مع آخر الأخبار. وفقا للصحافة، نادي برشلونة سيسعى لعرض صفقة تبادلية على باريس سان جيرمان من أجل آخر أخبار استعادة البرازيلي نيمار. إذا برشلونة سيعرض سامويل أومتيتي وعثمان ديمبيلي وجون كلير توديبو على البي اس جي كصفقة تبادلية حتى يقبل بي اس جي ببيع نيمار، لأنه البي اس جي دائما يسعى لضم اللاعبين الفرنسيين وبرشلونة يرغب باستخدام هذه الورقة بعرض كل اللاعبين الفرنسيين. إذا في خبر آخر، وفقا للصحافة نادي أتلتيكو مدريد أجرى اتصالات مؤخرا مع واندا نارا وكيلة أعمال وزوجة الأرجنتيني ماورو إيكاردي من أجل الاستفسار عن إمكانية التعاقد مع لاعب إنتر ميلان المعار حاليا إلى باريس سان جيرمان. ياريت تخبرونا عن رأيكم في هذه الصفقة في حال إذا تمت من خلال التعليقات. هل تعتقدون انتقال إيكاردي إلى أتلتيكو؟ هل سينجح إيكاردي في أتلتيكو إذا تمت هذه الصفقة؟ في خبر آخر، وفقا للصحافة نادي كورينثيانز البرازيلي يفكر في ضم المهاجم الأوروغوياني أدينسون كافاني لاعب باريس سان جيرمان. نعرف في كتير أندية مهتمة بضم أدينسون كافاني اللي رح ينتهي عقده قريبا مع البي اس جي، ومن ضمنها الآن نادي كورينثيانز البرازيلي ينضم لقائمة الأندية المهتمة به. إذن في خبر آخر، وفقا للصحافة نادي انتر ميلان اقترب من ضم نجم نابولي البلجيكي درايس ميرتنز بتقديمه عرض الحصول على عقد لمدة عامين وراتب يصل إلى 6 ملايين يورو في كل موسم، بالإضافة إلى خيار التمديد لموسم إضافي، علما أنه اللاعب مطلوب من قبل العديد من الأندية مثل أندية مانشستر يونايتد وأرسنال وتشيلسي. أيضا ياريت تخبرونا عن رأيكم في هذه الصفقة في حال إذا تمت فعلا انتقال ميرتنز إلى الإنتر. في خبر آخر، وفقا للصحافة الإنجليزية نادي أتلتيكو مدريد مستعد لتقديم عرض رسمي لضم نجم هجوم أرسنال ألكسندر لاكازيت البالغ من العمر 28 عام والذي ينتهي تعاقده مع ناديه في صيف 2022. في خبر آخر، وأيضا وفقا للصحافة نادي ريال مدريد كان قد توصل بالفعل اتفاق مع باريس سان جيرمان لضم النجم الفرنسي كيليان مبابي في الميركاتو المقبل. المبلغ كان رح يصل إلى 180 مليون يورو، لكن على ما يبدو وفقا لكلام الصحافة هذا الاتفاق فشل بسبب أزمة فيروس كورونا والأضرار الاقتصادية التي حلت بنوادي كرة القدم، مما يعني أنه مبابي سيبقى لمدة موسم آخر مع باريس سان جيرمان. في خبر آخر، وفقا للصحافة نادي بايرن ميونخ اقترب من حسم ضم صفقة اللاعب مهاجم هوفنهايم أرمينو البالغ من العمر 17 عام. وفقا لكلام الصحافة اللاعب اجتاز الفحوصات الطبية تمهيدا لانتقاله للبايرن في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم. إذن اللاعب أرميندو هو من المواهب الصاعدة على ما يبدو. في خبر آخر إذن، ووفقا للصحافة أيضا نادي بايرن ميونخ بدأ مفاوضاته بالفعل
مع لاعب نادي ريال مدريد المعار إلى بوروسيا دورتموند المغربي أشرف حكيمي من أجل إقناعه بالانضمام للفريق مقابل راتب سنوي يبلغ 7 ملايين يورو. سنتحدث إن شاء الله عن هذا الموضوع بتفاصيل أكثر من خلال البث الحي لصفحة أخبار الآن حول إمكانية واحتمالية انتقال أشرف حكيمي إلى البايرن. في خبر آخر، وفقا للصحافة، نادي باريس سان جيرمان يسعى لإقناع لاعبه كورزاوا البالغ من العمر 27 عام بتجديد عقده مع النادي، علما أنه اللاعب طبعا مطلوب من قبل أندية أرسنال ويوفنتوس وبرشلونة. صارنا تقريبا حوالي شهر عم نسمع باهتمام الأندية بهذا اللاعب، وعم نسمع أنه ربما البي أس جي ما رح يجدد له عقده، لكن على ما يبدو آخر التقارير تقول بأنه ليوناردو المدير الرياضي للبي أس جي سيسعى لإقناعه بتجديد عقده. إذن يا ريت تخبرونا عن رأيكم أيضا بهذا الموضوع من خلال التعليقات. في خبر آخر، على ما يبدو النجم الجزائري نبيل بن طالب المعار من شالكة الألماني إلى نيوكاسل يونايتد تلقى عدة عروض لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. إذن شفنا أنه في كتير أندية إذن أو كتير عروض وصلت للاعب بن طالب، وأيضا تقارير تحدثت أنه نيوكاسل سيضم نهائيا هذا الصيف، لأنه نيوكاسل يملك خيار الشراء في عقد إعارة اللاعب مقابل 10 ملايين يورو. وفقا للصحافة، الأندية التي ترغب بضمه هي أندية من الصين والسعودية وروسيا، لكن على ما يبدو نيوكاسل يبدو الأقرب لشرائه نهائيا. في خبر آخر، على ما يبدو الاتحاد الإسباني لكرة القدم وافق على فكرة استكمال منافسات الليغا بعد 30 من يونيو حزيران المقبل، لأنه وفقا للصحافة اجتمع الاتحاد الإسباني الخميس وحدد بعض النقاط المتعلقة بمستقبل الموسم الجاري بعد انتشار فيروس الكورونا، ووافق على مقترح استكمال الموسم بعد 30 من يونيو المقبل، وأيضا تحديد المعايير التي سيتم على أساسها اختيار الفرق المتأهلة للبطولات الأوروبية. لننتظر ونرى قرار نهائي حول ما يتعلق بهذا الموضوع سواء في إسبانيا أو في البلدان الأخرى في أوروبا وفي كل أنحاء العالم طبعا. في خبر آخر، على ما يبدو في البريمير ليج الأندية الستة الكبار مانشستر يونايتد والسيتي وليفربول وتشلسي وتوتنهام وأرسنال شكلوا تحالف من أجل رفض مقترح إنهاء الموسم في يونيو حزيران المقبل، لأنه حسب كلامهم أنه هذا ليس الوقت المناسب لإجراء هذه المحادثات بشأن إنهاء الموسم، وأنه الحديث ما زال مبكر للغاية على موضوع إنهاء الموسم، لأنه الاتحاد الإنجليزي ورابطة البريمير ليج لم يحددوا حتى الآن أي موعد لاستئناف المباريات بناء على تطور تفشي فيروس كورونا. و في خبرنا الأخير، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا يدرس حاليا مقترح بإقامة ما تبقى من دوري الأبطال على مدار أسبوع كبطولة مصغرة. وفقا للصحافة البريطانية تحديدا، هذا المقترح يتضمن لعب المباراة النهائية يوم 29 من أغسطس آب في إسطنبول. وأيضا أشار التقرير الصحافي أنه اليويفا يريد إقامة نهائي الدوري الأوروبي في 26 من أغسطس آب بعد نهائي الأبطال بثلاثة أيام، ويدرس يويفا خيارين، أحدهما إقامة دور الثمانية ثم قبل النهائي بنظام الذهاب والعودة في يوليو تموز وأغسطس آب، والخيار الثاني هو إقامة ما تبقى من دوري أبطال أوروبا بنظام المباراة الواحدة بعد نهاية البطولات المحلية على مدار أسبوع واحد. إذا مشاهدينا هيك بنكون وصلنا لنهاية هذا الحصاد الكروي. أنا بدي أشكركم كتير على مشاركتكم لإلي في هذا الفيديو، وأراكم لاحقا إن شاء الله من خلال فيديوهات البث الحي اللي بنعملها كل يوم على صفحة أخبار الآن لمعرفة آرائكم حول آخر المواضيع المتعلقة بكرة القدم. بتمنى لكم يوم سعيد، وإن شاء الله نجتاز هذه الأزمة سريعا. تذكروا أنه تبقوا في البيوت وما تطلعوا إلا للحالات الطارئة في هذه الفترة العصيبة. بتمنى لكم يوم سعيد وإلى اللقاء.